ما كنا نتوقع أن يكون الحكم، لا أقول أنا بهذه القساوة بهذا الشكل، لأنني مثلا نقول الحكم قاسي اللي كان تافق، لأنه الحكم غير لم يؤسس على أي أساس صحيح، لا من الواقع ولا من القانون، وحكم ابتدائي كان اعتبر الحكم أخطأ. والمديمي كان واضحا، كنتمناو هذا حكم ابتدائي، كنتمناو على أن المحكمة الاستئناف أن تراجع هذا الحكم. وكنقولها في البداية، رافعنا وقلنا هذا الملف كيضرب الوحدة الترابية للمملكة، ماشي المتابعة المديمي اللي ضرات، فتح هذا الملف كيضرب الوحدة الترابية للمملكة. وهذا الحكم يعني أقول لكم بالصدق كان صادما، ولم نكن نتوقع أن يكون بهذا الشكل. يعني المديمي ما سرق مال عام، المديمي ما دار شي جناية، المديمي ما ارتكبش اصلا هلا خيانه، لا هادشي ما كاينش منه. يعني نفاجئ امام انعدام وسائل الاثبات، نفاجئ بهذا الحكم بهذا الشكل. نتمنى ان يعالج، نحن نثق في احكام القضاء، قلناها ماشي حيت الحكم صدر ضدنا نقولوا هادشي، شنو نقولوا هادشي ما مأسسش. وحنا كنثقوا في الطور الاستئنافي ان يتم مراجعه هذا الحكم لانه كان صادم. ماذا سأقول؟ شكرا لكم.